نشرة الأخبار لولاية باتنا من محطة DMD الإعلامية، مقدمة من منتدى الأوراس. بعد سلسلة لقاءات جوارية لوالي ولاية باتنا الدكتور محمد بن مالك والاستماع لانشغالات ممثلي المجتمع المدني في الميدان، ومنها لقاءات تشاورية في الدوائر والبلديات وفق توجيهات رئيس الجمهورية من خلال كلمته في المنتدى الوطني للمجتمع المدني الذي ألقاه الوزير الأول. ولا يسعني في هذا الصدد إلا التأكيد مجددا على أن الجزائر الجديدة التي جعلت من المجتمع المدني والشباب الركيزة الأساسية في بنائها ستمضي قدما وبثبات نحو أخلقة الحياة العامة. والي ولاية باتنا يختتم اللقاء والأيام التشاورية مع المجتمع المدني بجامعة باتنا بحضور 1200 مشارك ونشطاء المجتمع المدني للخروج بتصور شامل والحلول المطلوبة. افتتح اللقاء من طرف رئيس جامعة باتنا محمد ضيف شاكراً والي الولاية على اختيار جامعة باتنا لتكون خاتمة اللقاءات التشاورية مع المجتمع المدني. تقدم بجزيل الشكر للسيد الوالي باختياره جامعتنا العامة. كلمة السيد الوالي كانت حصيلة لإنجازات سنة كاملة خلال الفترة الممتدة من سبتمبر 2022 إلى غاية ديسمبر 2023، معرجا على جميع القطاعات التي شهدت تنمية كبيرة بالولاية ومذكرا بالتراكمات التي اجتهد لحلها ورفع القيود عنها ورفع التجميد على عدة مشاريع كبرى من بينها رفع التجميد عن الملعب الأولمبي الذي كان مجمداً منذ سنة 2013، رفع التجميد عن محطة تصفية المياه التي كانت مجمدة منذ سنة 2016، تجديد قنوات ربط سد بني هارون بسد كدية المدور بأزيد من 54 كيلومتر، رفع التحفظات والعراقيل على مشروع ربط ولاية باتنا بطريق السيار شرق غرب ب 62 كيلومتر، الاستفادة من 10,000 وحدة سكنية مع توفير العقار، تسوية وضعية سد بوزينة بخصوص ربط السد بالشبكة الكهربائية وقد كان متوقعا منذ سنة 2019، إعادة الاعتبار لمطار الشهيد مصطفى بن بلعيد الدولي بباتنا ب 12 رحلة محلية وثلاثة دولية مع ضمان نقل الحجاج، الاستفادة من مشروع المستشفى الجديد بعين توتة بسعة 120 سريرة، رفع العراقيل عن مشروع الطريق الوطني الرابط بين ولاية باتنا وخنشلة على مسافة 74 كيلومتر، تخصيص مبلغ 400 مليار لصيانة الطرقات ب 357 كيلومتر، رفع التجميد عن وحدة الحماية المدنية ببلدية تزولت، رفع التجميد عن منطقة التوسع السياحي ببلدية نجاوس، الاستفادة من سمعة تخزين الحبوب بسعة 1,000,000 قنطار. بعدها عين السيد الوالي الورشات الخاصة بالجلسة الاختتامية للأيام التشاورية والحركة الجمعوية من 61 بلدية وتلاوة التوصيات المتعلقة بمختلف الورشات.
ان شاء الله. بارك الله فيك، بارك الله فيك. والي ولاية باتنا برهنا صوتا وصورة حجم اهتمام رئيس الجمهورية بالولاية التاريخية باتنا، وما المشاريع التي اعتبرها المشاركون أنها قد كانت مستحيلة التجسيد من قبل، ضاربا تحديات قادمة لمشاريع أخرى تجعل من هذه الولاية قطبا تنمويا بامتياز. ربي طول عمرك، ربي يستر. الجزائر واقفة على كلاها وسلمت رجالها وأولادها. والله قطر باب، والله العلي العظيم غادي يهضر الحق، وانا كل يوم تبع فيه الحق الفيديوهات ويخدم في خدمه صح. وانما وكل اللي عنده شغال، انا نقول لكم اللي عنده شغال يروح ليه، هذا روحوا له كيما راكم لو نورمال. احنا راك نورت البلديه اليوم سياده الوالي، راك نورت البلديه اليوم كي جيتنا باش تسمعنا. وتحت تصفيقات جميع الحاضرين لقيمة المجهود المبذول، سمات الرضا بما قدمه لغاية اليوم.